Ouais, j'ai d'abord une chance. اخر ما كاين هذا 1000 درهم خلاص بارك هادو 4550 درهم 5500 مرجع راه يجيب 7000 ولا 8000 كاين 7000 8000 9000 درهم يعني الثمن مرتفع بزاف 100% الدرويش راه ما يعيطش بهذا الثمن هذا كرهن يعني ما يقدرش يخلي العواو بلا عيد يسلف وهذا واللي ويشري الحاجه طايحه ناقصه يعني يشري الغالمه اللي كتولد الخرفان باش كيذبح انا وليداتو لحسن العوان يعني الدوله شويه والحكومه وزاره الفلاحه خاصها تراقب الاثمنه وتشوف المواطن شنو المدخول ديالو وتحدد واحد الثمن يعني ما تخليش هذا مراقبه ما كايناش مراقبه ما كانش يعني الحوالي كتجبروا 9000 درهم 10000 درهم يعني ثمن العجل السوق حامي السوق حامي السوق غالي والدرويش راه ما غيلحق شي هايدا قال الوالد الدرويش راه ما غيلحق شي الدرويش اللي ما خدامش عليه الماء عليه الضوء عليه الكرا راه ما غيلحق شي مسكين وليداتو غير كيشوفو يمشيو بحالهم هذا الشيء اللي كاينه انا كنصبر 9000 درهم غير شي حاجه لا بغلا غلا الغلا حنا كنهضروا هو خدم شهر وما عتكاش انا بيدي ما لحقتش ما غنشريش نمشي بحالي لا ما عنديش باش ديال الحمد لله ما بيه شي وهذاك الشيء الانسان على حساب الجيم ديالو كل واحد وكيدي البركه ديالو فهمتي شريت 240 والله شويه الغلا شويه فهمتي ولكن اش غادي تعمل بنادم ضروري خاصو يضحي فهمتي نعم 240 شوف 240 240 الفرنكا على شنو حليبه الحمد لله عادي ما تسخلع انا في هذا السوق هذا الثمن جيت طالع بحال عشري الحاولي بحال عشري الصانيه خصك ملولوم يا واد الدرويش هذا باش يعيد وباش كذا واد الحكومه ما خصهاش يتعاون كتدخل حواله من اسبانيا كذا خصها تجيبهم من السوق باش الدرويش يعيد بهم اما كوا ومنادم هنايا كيبيعوا الحاولي بالصوفه بكل شيء كيتاح 40000 كيلو اه والله حبيبي ديري الدرويش كيقلب كيرجع بحال شو السوق كيفاش عامر حتى شي واحد ما كيخرج الحاولي قليل ديك النسبه اللي منادم اللي مدبر اما الدرويش كامل يدوا الحاولي هذاك يقولوا سير في حالك والله ما قدر يشري ولا يقدر يشري 9000 درهم يشري الدرويش هذا ماشي من الحكومه ماشي من الحكومه ما كيعرفوش حاولي اسبانيا وديك حاولي يدخلوا وديك الصادرات اللي جا وديك هذيك قالوا خصهم يدخلوهم السوق ديال الحاول الفلاح هذا العام هذا بالنسبه للفلاح العارف رخيص كل شيء رخيص بالنسبه للعام الاول وملي كيجي هنا كيقول لك ساهو ضرب سماره وكذا وما عندك ما تعرف ما عرفنا واش غلط واش فيهم واش غلط فيهم ولا الغلط في الحكومه والله ما عرفنا فيه هذا الشيء هذا فين ماشيين به والعام اللي ماشي ان شاء الله يقول لك غلا زايد على هيدا حولي غالي بزاف بزاف 3000 درهم من فوق ما كايناش من 3000 درهم من تحت كاين نعجه بلا سنان مساويه رافيناتي 2500 بلا سنان مره بزاف الدرويش ما يعيطش هالعام الغلا الغلا 5500 المشكل ما يقدرش يشريها ما يقدرش يعيد واللي عنده العواول ما يقدرش بلا العيد كيفاش غادي يعمل؟ هذا الشيء بزاف على المسكين اللي احسن عاونه يمشي يبيع كل شيء اللي عنده باش يشري العيد والله يا ودي الشيء اللي كاين بزاف بزاف اللي احسن عاون الثمن الثمن مناسب حتى 3500 قال لك هذاك قال لك 3000 درهم لا قال لي 5500 هذاك الثمن ديالو هي 4000 5500 راه بزاف لان الدرويش ما يعيشش هذا العام 350
الدرويش ما يعيطش هذا العام زعما والله ما منكر هذا بزاف بزاف هذا 1500 1600 نعطيه فيه دابا 1500 1600 لا غلا كيف حال اللي قال 1800 لان هادشي ما الدرويش ما يعيطش حنا قلنا على حساب الوقت هادورنا دايرين اسمينا كيف حال بعضياتها لاحظ 600 700 500 بغيتي تعيد عيل ما بغيتيش تعيد ما تعيطش ما واخا دورنا السوق واخا تفاجئنا بهاد الاسمنه خياليه حتى في الكراجات وحتى في الروا في كل شيء الاسمنه غاليه غاليه بزاف بالنسبه للدرويش اللي كاري واللي عنده صالير 300000 فرق ما يعيطش هذا العام لان خاصك تشري الحاولي وباش تشري ديك الاقامه وتشري ديك الخضره باش ما يمكنش اللي عنده 4 العوا واللي عنده 5 العوا ما يعيطش ولا تكون مول الكرا ولا مول الكرا يبقى يسالك ضروري ديك الكرا والموطو شوف السلعه غاليه من بدايه العام دابا بحال هذا كنبيعوا حنا ب 650 اخر ثمن هو خايدو ب 350 صغير حنا حريفيه كنجيبوا للناس السلعه مليحه هنايا عندنا كليان كيديو من عندنا السلعه ضروري خاصنا نجيو فهمتي دابا السلعه غاليه في المغرب مجموع ماشي هنايا في طنجه ولا وتحيه للناس طنجه فهمتي الحولي تسبانيون شوف هاد الدول السياسونيه ما كتبغيش للمغرب ولا الدول الاسلاميه شي حاجه كتخليهم فهمتي هذاك التغيير وراثي تغيير وراثي هذاك ما كيذبحش حرام هذاك حرام هذاك ما يذبحش هذاك ماشي بحال السردي السلعه بلديه باين هذا شنو السؤال هذا السردي سيدي بنور شحال محصل دابا بحال هذا غنبيعوا له 600 ولا 650 شويه الحراره عندك زايده خصك تنقص والله يا اخي هاي تجي من طنجه شوف